السلام عليكم، كديري؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله. فيديو جديد قلت نشاركه معكم. ممكن ما كتشوفوا هذا هو البيت المصري في رمضان، طبعا يعني الزينه ضروري في جميع البيوت. والمهم وعندهم هما الفطور، هنا كيتقلوه الفطور، يعني ضروري اللحم وضروري الحوايج اللي هي ثقيله، ماشي بحالنا في المغرب كناكلو شي حاجه خفيفه هكا من بعد وعاد كنغمسو. المهم كما كتشوفوا هذا هو المحشي ديال الباذنجان، الدنجال والفلفله والكوسه، هي القرعة، هما محشيين بالروز، وهذه المكرونة بالبيشاميل واللحمة المفرومة، وهذه الشوربة ديال لسان العصفور والعيش، وهذه هي الملوخية. الملوخية ديالهم ماشي هي الملوخية ديالنا طبعا، هادي يدير بحال السبانخ كيقرطوها هكا ويطيبوها في، المهم عندها طقوس كان كيسميوها انا زمان ملوكية، يعني الناس اللي هاي هما اللي كانوا كياكلوها زمان سموها على ملوخية. كما تشوفوا مازال ما حطوش الفراخ، مازال في الفران. تشوفوا الطبلة عندهم في الفطور ثقيله، ومن بعد ما فطرنا قلنا نتمشاو شويه نشارك معكم اجواء رمضان في الشوارع، بالرغم انها كورونا وين شويه كوميم. نخليكم مع الفيديو.
كما شفتوا الاجواء سورتو اخر 10 ايام ديال رمضان كيكون زحام، حيت الناس كيشريو لولادهم حوايج العيد. وصراحة انا في مصر انا اللي كيحمقني في مصر هما العبايات. كنت نشارك معكم هذا الفيديو، ما كنتش اولا صراحه دخلنا هكا بالصدفه، لقيت واحد العبايه عجبتني وقلت ناخذها. المهم الاثمنه مناسبه، كثر واحد من 500 جنيه الفوق على حسب المقدوره ديال كل واحد. وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ودعموني بلي لايك لي لايك لي لايك، ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، وتابوناو عندي فلاشين باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم.